بس شو تعليقك على زيارة وفد المعارضة إلى واشنطن؟ والله ما بعرف إذا هني مبادرين أو في دعوة لإلهم، يعني بتسمع الكلام ونقيده من البعض للأسف، مش عم بحكي عن أستاذ وضاح، بس بالإجمال أنه الاستقلالية والسيادة ببعض العناوين، بعناوين تاني بتشوفي انه كله مباح وكله متاح الحكي فيه. يعني بس هو قال انه رفض يحكي بالاسماء، هو اذا عم نحكي عن سيادة حقيقية لشو اصل الحكي بالموضوع؟ يعني اذا عم نحكي عن سيادة حقيقية بس اساس الكلام، اساس الكلام بس ساعتها مش بس نواب المعارضة اللي هن مستقلين، كل طبقة سياسية. ما اللي عم بقوله تماما، ما هذا اللي عم بقوله، انه هاي المسألة خلينا نكون واقعيين فيها، ما نحط شعارات نحن غير قادرين على ممارستها بهذا الجانب. بمعنى نحن بنعرف تماما لبنان بلد التدخل الخارجي فيه الإقليمي والدولي كبير وكبير جدا بمختلف شؤونه، وهي المسألة منا من اليوم، هي مسألة تاريخية. وللأسف كل طرف من الأطراف السياسية بكل مرحلة من المراحل بيحاول يستثمر أي توازن إقليمي أو دولي معين لمصلحته باستحقاق داخلي. فهي المسألة بعتقد أنا ما لها علاقة بأنه إذا انطرح اسم أو من طرح اسم مع الأمريكان أو مع غيرهم. أساسا ليش الخماسية اللي ما طرحت أسماء اللي عم بتجول ما طرحت أسماء؟ بس هو كان ردا بالحقيقة على كل الكلام السابق عن مقايضة وتعويل البعض على سير المفاوضات لحتى نشوف شو بده يصير بالاستحقاق الرئاسي. ربط أنا ما بشوف مسألة مقايضة، لكن بالمنطق السياسي البسيط كمان للأمور، هل يمكن معالجة المسائل كلها سوا بشكل هيك منفصل عن بعضها؟ ما بعرف قديش هالإمكانية يعني متوفرة، لأنه صرنا شايفين قديش الأمور متداخلة مع بعضها. بس نحن سمعنا السيد نصر الله عم بيقول أنه بدنا نفصلهم. ستنا أنا ما بقول المبدأ، ما حدا يطلع يحكي بموقع مثل موقع السيد نصر الله أو غير من القيادات السياسية إلا ما يقول هذا الكلام المبدئي والأساسي. لكن عمليا وواقعيا قديش ممكن الفصل بين هاي الاستحقاقات عن بعضها؟ يعني أنا بشوف أنه وعلى كل حال التجارب بلبنان علمت، يعني أو المفروض أنه تكون علمتنا أو عم نستفيد منها، أنه هاي استحقاقات متداخلة مع بعضها. نعم. هيك الفصل التام فيما بينها بعتقد منه كتير واقعي، مع الاحترام للي عم بيقول هذا الكلام. بمعنى أنه أي حدا لازم يقول هذا الكلام أنه استحقاق الرئاسي هو استحقاق داخلي لازم إلى آخره، بس قديش ممكن الفصل بشكل كامل بيناتهم؟ يعني بالسياسي ممكن حدا يفترض أنه نهاية الحرب بالجنوب ما إلها تأثير على الواقع الداخلي اللبناني؟ يعني بظن أنه هذا كلام بالسياسي ما له مكان. بس أنا اللي بهمني، يعني هل تقول اليوم أنه ممكن تكون نتيجة الحرب بالجنوب ممكن أن تنعكس على الملفات الداخلية لمصلحة أحد القوى السياسية؟ كل الحرب ستنعكس يعني. لكن خليني بس بدي أنا حدد هذا سؤالي الكلام أكثر. هل يمكن أن تنعكس لمصلحة مرشح؟ واضح السؤال، واضح جدا. هذا السؤال مطروح على الطرفين، يعني اللي بيقول لك اللي منتظر هزيمة حزب الله، وهون عم بحكي كمواطن لبناني وكمراقب، اللي منتظر هزيمة حزب الله هو منتظر هزيمة حزب الله كرمال شو؟ مش كرمال يترجم هاي الهزيمة بالداخل اللبناني؟ والعكس هو صحيح، البعض اللي مراهن على أنه حزب الله سوف ينتصر وبالتالي هذا الانتصار بيكون له انعكاس بالداخل اللبناني. هذا النمط من التفكير بصراحة نحن كحزب مش من اليوم ومش بهيدي الحرب. إذا برجع بذكر وقت اللي اندلعت الحرب بسوريا واندلعت الثورة بسوريا، نحن كتير حذرنا من هاي النوع من المراهنات وانعكاسها على الداخل اللبناني، لأنه هذا ما بيعالج الأزمة وما بيعالج المشكلة، هذا بيعقد الأمور أكتر وبيعقد الاستحقاقات أكثر وبيخلي مزيد من الـ من الـ من الانقسامات. أنا يعني مش هيدي الزاوية اللي عم بحكي منها، أنا عم بحكي من الناحية السياسية العامة. هالحرب إلها نتائج علينا، صح ولا لا؟ كلنا عايشينها،
اقتصاديا عايشتيها، نعم. اجتماعيا عايشتيها، سياسيا عايشتيها. بنفس الوقت نهاية الحرب ونتائج هالنهاية اللي بدها تكون، التسوية حصلت، الاتفاق اللي رح يحصل بالنهاية، لأنه ما في حرب ما إلا نهاية، مزبوط ولا لا؟ بالتعريف أوكي. بتعريف الحرب عادة. هي بدنا يعني نوصل استمرار للسياسي بأدوات أخرى، فبنوصل بالنهاية لاتفاق. الاتفاق حكما بده يكون له انعكاسه على الساحة الداخلية اللبنانية. هون إذا البعض بيظن، أنه هالنهاية للحرب أو هالتسوية للحرب فيها يعني نصر لحزب الله لبلش بهيدي النقطة، وبالتالي هذا النصر بده يستثمر في وجه أطراف سياسية أخرى بيكون عم بيخطئ. وإذا البعض الآخر بيظن أنه هذه التسوية اللي بدنا نصلها بلحظة من اللحظات فيها تراجع لحزب الله أو بيعتبرها خسارة لحزب الله أو اللي بده يستثمرها بيكون كمان عم يخطئ. طيب. وهذا تحذير مسبق للكل أنه هالمنهجية بالتفكير بالتعاطي من الأمور لا يجب على الإطلاق أنه نعتمدها بالمرحلة الجاية، لأنه اعتمدناها بمراحل سابقة بكثير من الملفات بكثير من الاستحقاقات وانعكست يعني سلباً على كل اللبنانيين. صح. اليوم يعني بفهم منك أنه أي شكل من أشكال النتائج اللي ممكن نوصلها بالحرب أنتم ما رح تغيروا موقفكم بالملف الرئاسي، يعني بالنسبة لكم لن ينعكس هذا الملف على موقفكم. خليني أقول كمان بشكل أوضح، قبل الحرب مع الحرب وبعد الحرب نحن مقتنعين تمام الاقتناع بأنه لا يمكن بلبنان أنك تنتخبي رئيس دون تفاهم وتسوية بين الأطراف السياسية. نعم. سواء اللي بيظن هو أنه بهالمرحلة خسر وتراجع أو بيظن أنه ربح وانتصر، لا يمكن إنتاج رئيس بدون تسوية وبدون تفاهم. نعم. طيب بدي أتوقف عن فصل الإعلاني، من بعد الفصل الإعلاني بدنا نرجع نحكي عن المفاوضات وعن أنه كيف يمكن التوفيق بين اتفاقية الهدنة وال 1701، خصوصا وأنه مبارح استمرار والتصعيد يعني القصف كان قرأ وكأنه رسالة رد من حزب الله على الوساطة الفرنسية. فصل قصير ونرجع. عودة لكم مشاهدينا وإلى هذه الحلقة من برنامج الحدث مع ضيفي أمين السر العام حزب التقدم الاشتراكي أستاذ ظافر ناصر. بدي أجي أرحب فيك. قبل ما فوت شوي بهيك علاقتكم مع القوات، لأنه يبدو في اختلاف بدي أسميه على مبدأ الحوار مع الرئيس نبيه بري، عبر عنه أيضا وليد جملاط بزيارته الأخيرة للرئيس بري. بدي أحكي شوي كيف يمكن التوفيق بين اتفاقية الهدنة و 1701، لأنه اتفاقية الهدنة مثل ما قلت بالأول هي لا سلام ولا تطبيع مع إسرائيل، وتنص على التساوي بين لبنان وإسرائيل بإجراءات متوازية. إجراءات متوازية، بينما 1701 لا، هو فقط متعلق بإجراءات لبنانية على الحدود يرفضه حزب الله حتى الساعة، رغم توقيعه عليه وتحفظه طبعا لحكومة. ما عبر حزب الله عن رفض لتطبيق 1701، عنده إذا بدي قراءة لل 1701، وهو مش صحيح بس متعلق بالجانب اللبناني، هو متعلق بالجانب الإسرائيلي كمان، بمعنى أنه إسرائيل لا يحق لها أن تتجاوز بنود 1701 لا بطلعات جوية ولا طيب. نعم. والاحتلال. فبالتالي في كمان يتضمن شروط متعلقة بالعدو الإسرائيلي 1701. 1701 هون لا يتناقض مع اتفاقية الهدنة، هو إجراءات يمكن أكثر تطورا أو وضوحا أو إلى آخره، نتيجة تطور كل المرحلة السابقة من الناحية العسكرية نتيجة حرب 2006. فبالتالي ما في تناقض بين الاثنين. يمكن هون وقت اللي حكي الرئيس ولي جملات عن التسوية المقبولة، وبنهاية المطاف جوزفين، المسألة منا بس تقنية، مسألة سياسية. على أهميتها منا بس تقنية، هي مسألة بالأساس سياسية. الاتفاق السياسي لي يعني وقف الحرب مثل ما حكي الأستاذ وضاح، وهذا لازم يكون الأولوية. نعم. وقف إطلاق النار وتتفقي على البنود الأخرى كيف بتطبقيها، واللي جزء منها عم ينحكى فيها بشكل واضح صار. نعم. يمكن اللقاء الاجتماع بفرنسا كان هالقد تفصيلي، لما عم تجمعي
رئيس أركان الجيش الفرنسي، رئيس أركان الجيش الإيطالي وقائد الجيش اللبناني، معناتها الحديث والكلام واصل لإجراءات عملية بترتبط بالعديد اللي لازم يوفروا الجيش اللبناني على الحدود مع اليونيفيل، والأهم هو الاستعداد للتمويل، النقطة اللي ذكرها الأستاذ وضاح. نعم. كمان هيدي عم ينحكى فيها مش بس بأمريكا، حتى فرنسيا بعد وقفة إطلاق النار وبعد انتشار الجيش. فأنا بعتقد المسألة ما في تناقض بين الاثنين. طب هل هذا الكلام كان بالتفاهم مع الرئيس صبيح بري؟ ما هيك، لأنه هو كان بلقاء معه. بعتقد الجواب على هذا السؤال كان بكلام الرئيس بري تاني نهار للشرق الأوسط.